انا نوهت عنها في بدايه الحلقه وقلت يعني مش فكره نجمه، بس هي نجمه اهلاويه تقيله جدا. تابعها على تويتر هتنبسط جدا، وهتلاقي قد ايه في عشق للاهلي يعني في التويتات اللي بتكتبها والمتابعين بتوعها والريتويتس الموجوده. انا نفسي متابعاها وبحب جدا التويتات الخاصه بالنادي الاهلي ده، غير طبعا اعمالها الفنيه، غير ان هي شخصيه على الحقيقه جميله جدا بجد. خلينا نرحب بالنجمه الجميله الكبيره ندى بسيوني. بونسوار قوي بقى. بونسوار جدا نهاوند، مبسوطه جدا ان انا موجوده في قناه الاهلي. بيتك ده بيتك بالظبط، مرتاحه يعني، حاسه براحه. ولون احمر النهارده مش سهل، ده مخصوص للاهلي. كريم عايز تقول ايه؟ قول. عايز اقول لك ان كلمه منوره، هو عجز عن الكلام. كلمه منوره في حالتك انت بصفه خاصه ما بتبقاش تعبير مجازي، لان انت فعلا بتنوري المكان اللي بتبقي موجوده فيه. ربنا يخليك يا كريم، كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكي. وانت طيب. وسيبوني اقول كلمه كده عايزه اقولها في الاول، كل سنه والاهلي طيب وبخير وبانتصارات وبطولات ويفرحنا، عشان الاهلي هو فرحتنا بجد، فرحتنا الحقيقيه. صحيح. انا عايزه اقول لكم انا مفيش حاجه بتبسطني قد لما الاهلي يلعب حلو ويكسب ويفوز. صحيح. يعني اداء ونتيجه فعلا بالزبط بتفرق بشكل كبير جدا، ونلاقي التيشيرتات والاعلام في صور طبعا نزلت. طبعا. ايوه ايوه. عندي انا كل التيشيرتات. احنا عندنا ملف الاهلي وعندنا ملف الاعمال الخاصه بيكي وعندنا ملف رمضان، تحبي نبدا بايه؟ اللي انت عايزاه، بس نبتدي بالاهلي عشان انا مبسوطه وانا في استوديوهات الاهلي. أيوة. انت مش فاهمه فرحتي قد ايه. انا حتى بعمل برنامج لما بعمل فيه فقره رياضيه وبتكلم فيه على الرياضه والاهلي ببقى بضحك من هنا لهنا. هم بيقولوا لك، وانا سمعت وجالي الاخبار بيقولوا لك خليكي حياديه، بس انت ما بتبقيش حياديه. هو مين مش اهلاوي حيادي؟ ما لا، حبك للاهلي بيبقى باين غصب عنك، ودي فعلا شفناها. بس يعني هنقول لك ليكي حق، مش كده؟